أهلا وسهلا بكم. لنناقش في هذا الدرس مشكلة الحرارة المرتفعة للحواسيب على توزيعات لينكس. هذه المشكلة يعاني منها بالأخص من له جهاز محمول لابتوب، والدرس موجه هنا فعلا لمن يعاني من هذه المشكلة على توزيعات لينكس فقط، لأنه حين كان يستخدم ويندوز أو يستخدم نظام آخر لم يكن يعاني من المشكلة، لكن حين انتقل لاستخدام إحدى توزيعات لينكس لاحظ أن الحرارة المرتفعة، أن مروحية المعالج مثلا لا تتوقف. فكيف يمكنه التعامل مع هذه المشكلة؟ من يعاني من المشكلة على جميع النظم على ويندوز أو نظام آخر، فيجب أولا أن يتأكد من نظافة جهازه، خصوصا إن كان الجهاز قديم، فوجود غبار على المعالج يسبب أيضا ارتفاع درجة الحرارة. سنبدأ بتحديد درجة حرارة الجهاز، بعد ذلك نمر لبعض النصائح الأولية. والشيء الذي سنركز عليه في هذا الدرس هو كيفية تغيير إعدادات المعالج كي يشتغل بطريقة لا تجعله يسخن. إذن نبدأ كما قلت بطريقة تحديد الحرارة أو درجة الحرارة الفعلية للجهاز كي نعرف هل هو فعلا في درجة حرجة أم لا. سنستخدم لذلك أمر يسمى زنزور. طريقة تثبيت هذه الحزمة ستجدونها في الدرس الكتابي. إكس زنزور هو اسم الحزمة، تبحث عنها في مدير التطبيقات الخاص بتوزيعاتك أو على التوزيعات الديبينية، يمكنك تثبيتها بهذا الأمر. بعد التثبيت يكفي فقط في الطرفية أن تدخل الأمر زنزورز، فيعطيك هنا معلومات عن حرارة مكونات الجهاز. يجب أن تنتبه إلى الحرارة الفعلية للمكونات والحرارة الحرجة بين قوسين التي يجب أن تصل إليها تلك المكونات. لو كان لك درجة حرارة مرتفعة جدا، يمكنك أن تقوم أولا بالأشياء التالية. يجب أن تتأكد من التعريفات. هنا من يستخدم أوبونتو أو إحدى التوزيعات المبنية على أوبونتو يمكن الدخول لإعدادات النظام، وفي مشغلات إضافية يدخل لها ويرى هل هناك تعريفات خاصة بالعتاد الخاص بجهازه، خصوصا تعريف كارت الشاشة لأنه يلعب دور مهم. لو كان هناك تعريف متوفر فأنصحك بتثبيته، ربما سيحل ذلك المشكلة وعلى الأقل يخفض من درجة الحرارة. تعريف كارت الشاشة يلعب دور مهم في ارتفاع درجة الحرارة. إذن كما قلت الدرس سنخصصه أو سنركز فيه على طريقة تغيير إعدادات المعالج كي يشتغل بطريقة لا تجعله يسخن. وهنا سنستخدم أداة تسمى بـ CPU Freak Utils. هذه الأداة يمكنكم تثبيتها أيضا من الدرس الكتابي، ستجدون الأمر المناسب لتثبيتها منه، ونستعملها بالطريقة التالية. نبدأ أولا بإظهار المعلومات الخاصة بالمعالج والإعدادات المستخدمة حاليا. يمكن ذلك عن طريق الأمر CPU Freak Minus Info. هذا الأمر يعطينا الإعدادات الخاصة بكل نواة من أنوية المعالج. بالنسبة للجهاز الذي لدي، لدى المعالج الخاص به نواتين، هذه المعلومات أو هذه النواة الأولى، يبدأ الترقي من الصفر، هذه المعلومات الخاصة بها، وهذه النواة الثانية، وهذه المعلومات الخاصة بها. نركز هنا على المعلومات أو الإعدادات المستخدمة حاليا. نلاحظ هنا أنه Governor on Demand. بالنسبة لGovernor المحافظ، فيقصد به المدير الذي يتحكم في طريقة عمل المعالج. هناك خمسة أنماط نلاحظها في السطر الذي أعلى هذه المعلومات، خمسة أنماط من المحافظين، وعلى حسب كل واحد منها تختلف طريقة عمل المعالج، ويؤثر ذلك على سرعة المعالج، وبالتالي يؤثر على ارتفاع درجة حرارة المعالج أو انخفاضها. هناك Conservative, On Demand, User Space, Power Save و performance. أنا سأعطيكم فقط نبذة قصيرة عن الفرق بينهم. بالنسبة للتفاصيل يمكنكم تتبعها في صفحة توثيق نواة لينكس، ستجدون هنا الفرق بين هذه الأنماط على هذه الصفحة من توثيق نواة لينكس. افتراضيا يكون على أغلب توزيعات لينكس On Demand هو المحافظ الافتراضي. هذا المحافظ يغير توتر المعالج على حسب الطلب. فلو كان النظام يحتاج لموارد معالج كثيرة يرفع التوتر إلى أقصى درجة، لو كان النظام لا يحتاج لموارد معالج كثيرة يخفض التوتر. هذا الانتقال من توتر إلى آخر يكون سريع، لا يمر بالمراحل التي لدينا هنا، لا يمر من مرحلة إلى أخرى، وإنما يمكن أن ننتقل من أقل توتر إلى أكبر توتر، وهذا يؤثر كثيرا على المعالج حيث يرفع من درجة حرارته. بالنسبة لكونسرفاتيف فهو نفس الشيء بالنسبة لأوندمنت، أي أن التوتر يختلف على حسب الطلب، لكن الانتقال من توتر إلى آخر يكون تدريجيا، وبالتالي فدرجة الحرارة لا ترتفع بنفس الدرجة التي يمكن أن يكون فيها الأمر بالنسبة لمحافظ أوندمنت. بالنسبة لUser Space فالبرامج التي تشتغل بصلاحية الروت هي التي تحدد التوتر الذي يجب أن يشتغل به المعالج. Power Save فالمعالج يشتغل دائما بأقل توتر، هنا 1000 ميجاهرتز، وبالتالي المعالج لا يشتغل بكامل طاقته، وذلك يؤدي إلى انخفاض درجة حرارته.
بالنسبة لي performance فهو عكس power save، أي أن المعالج يشتغل دائما بأقصى درجة هنا 2.17 جيجاهرتز، وبالتالي تكون درجة حرارة المعالج جدا مرتفعة. إذا الآن بعدما تعرفنا على الفرق بين هذه الأنماط، يتضح لنا أن نمط power save سيكون هو الأنسب لمن يعاني من مشكل ارتفاع درجة الحرارة. هذا النمط يمكن أن يؤثر سلبا على الأداء، يمكن أن يكون النظام أبطأ، لكن له تأثير جد ممتاز على درجة الحرارة، الحرارة يمكن تنخفض بدرجات كثيرة. إذا نرى كيف يمكن أن نغير نمط المعالج. هنا نتذكر أنه بالنسبة لجهازي لديه نواتين، النواة الأولى رقم 0، النواة الثانية رقم 1. سأقوم بمسح الشاشة Ctrl L، والأمر الذي نستخدم هو CPU FRAC minus set، لكن يجب تنفيذ الأمر بصلاحية الروت، لذلك سأضيف sudo أول الأمر، وهنا نحدد النواة، النواة الأولى minus c car، والنواة الأولى لديها الرقم 0، ولتحديد أي محافظ سيقوم بإدارة هذه النواة، نقوم بإدخال minus j متبوع باسم المحافظ، قلنا power save، يمكن أن تطالب بكلمة السر، وبالنسبة للنواة الثانية نفس الشيء، أغير فقط الرقم 0 من 1. يعني نفس الشيء. الآن سأقوم بإظهار المعلومات CPU FRAC minus info، ونلاحظ أنه تم فعلا تغيير المحافظ لدينا الآن. المحافظ الذي يدير هذه النواة هو power save، والتوتر الحالي كما تلاحظون هو أقل توتر 1000 ميجاهرتز، أقل توتر. نفس الشيء بالنسبة للنواة الثانية، وذلك يؤثر بشكل كبير على درجة الحرارة، يمكنكم تجربة ذلك بأنفسكم. في حال لاحظت أن أداء جهازك أصبح سيء، أنه بطيء جدا، فيمكنك الانتقال بدل نمط power save إلى نمط conservative. نمط conservative مشابه للنمط الافتراضي on demand، لكن الانتقال من توتر إلى آخر يكون بطريقة تدريجية، وهذا يؤثر إيجابا على درجة الحرارة حيث أنها لا ترتفع كثيرا. هذه الأداة يمكنكم استخدامها على أغلب توزيعات لينكس، مثلا على توزيعات OpenSUSE، فلدي هنا في التوثيق الخاص به يمكن أيضا استخدام نفس الأوامر CPU FRAC INFO و CPU FRAC SET بعد تثبيت الأداة على OpenSUSE من مدير الحزم الخاص بها. في الدرس الكتابي ستجدون أوامر خاصة بتوزيعات أخرى. بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. من له ملاحظات أو استفسارات يمكنه طرحها كتعليق على الدرس سواء في يوتيوب أو في المجمع. نلتقي في درس قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.